احنا وجدنا انه هناك صواريخ في احدى الشقق كانت مجهزة لإطلاقها حسب ما أقرب المتهمين على طائرة الملك فهد عندما تهبط في المطار. فمسكوا المتآمرين واكتشفنا أن المؤامرة وراها ليبيا. فطردنا السفير الليبي وقطعنا العلاقات معهم في ذلك الوقت ومسكنا وأطلعنا الجهات السعودية فوراً الأمنية على الأحداث اللي سارت في ذاك الوقت. وإذا تتذكر نزول الملك فهد كان بطائرتين متشابهة. هذه جزء من الاحتياطات اللي أخذت، كذا طيارة سعودية نزلت ولكن في طيارتين جامبو نفس الحجم نفس الشعار نزلوا بينهم كنوع من، لأنه ما كان معروف إلى أن نزلت الطيارات أي طيارة فيها الملك فهد اللي هي بتتقدم ناحية المنصة اللي فيها الاستقبال الرسمي. طبعاً الأمن عندنا يعرفون، لكن مش كانت معروفة حتى للعاملين في المطار أو لأي حد أنه هاي طيارات سعودية نازلة. فكان هذا جزء من التمويه في ذاك الوقت لهذه العملية. وكانت القضية ما كان في تهديد لتفجير الشيراتون. أيضاً بين قوسين بشكل سريع جداً، في ذاك الوقت معمر القذافي ليش كان يحاول اغتيال الملك فهد؟ معمر القذافي يعني هو جمال عبد الناصر قال لنا أنت يعني تذكرني بشبابي. فالله يرحمه يعني قام بشطحات كثيرة في أفريقيا في مناطق كثيرة من العالم، وهو كان يريد يغير، يعني يوم يريد اتحاد يوم عربي يوم ما، يعني في قضايا